مساءكم سعيد، أنا جمال المعيقل أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. البداية من تبوك، إذ كشف والد الطفل الذي تلقى سيارة مرسيدس من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله عن أنه تبرع بقيمة السيارة لدفع دية أحد الأشخاص. كان الطفل قد طلب من الأمير محمد بن سلمان خلال تواجده في منطقة تبوك قبل أيام سيارة مرسيدس ليرد الأمير محمد بالقول على خشمي في إشارة للموافقة. نتابع هذا الفيديو ثم نعود. بهالدعوات ودع المستضيفين سمو الأمير محمد بن سلمان. معنا الحديث أكثر حول هذا الموضوع محمد العطوي، والد الطفل عبد الله الذي طلب سيارة مرسيدس من ولي العهد. مساء الخير أخوي محمد. أهلا أخوي. الله يحييك. بداية أسأل الله أنه هذه المبادرة تكون في ميزان حسناتكم ويجزاكم خير الجزاء عنها. أبغى أعرف بس وش تفاصيل القصة إذا سمحت لي، من وين بدت هالقصة وش الدافع اللي خلاك تسوي اللي سويته؟ الدافع طول العمر بدأت من منطقة تبوك أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده لمنطقة تبوك. نعم. الموضوع طول العمر واحد من الجماعة عليه دية مبلغ 30 ريال أكسب كرم طويل العمر أخوي محمد. صوتك مو بواضح، أنت يمكنك بمنطقة ما فيها تغطية، تعيد لي بس اللي قلته إذا تكرمت. محمد اسمعني. أي أسمعك أنا، تفضل تفضل. ألو تفضل يا اخوي محمد، انت على الهواء تفضل. الحرمين التبوك وولي عهد الامين. نعم. زار ولي العهد عده شيوخ المنطقه. صحيح. وكان علينا ديه مبلغها 30 مليون ريال لاحد افراد القبيله. سفوه ولي العهد وقال له على خشمي. عز الله انه اوفى ووعد واستلم الطفل المرسيدس. طيب والحمد لله على كل حال. الله يطول عمر مولاي خادم الحرمين ويطول عمر محمد بن سلمان وجه السعد رمز الشرق الاوسط. آمين. امير الشباب. ومن ما اثناء امر ولي العهد طول عمر بالمرسيدس اعلنت طول عمر قلت ان المرسيدس اذا جت من ولي العهد لين انها لحته رقبه عبد الكريم العطوي. وبالفعل اوفى والله يجزاه بالخير ويطول لنا عمره. الله يجزاه خير ويجزاك خير برضو يا محمد. يعني قليل ما تجد هالايثار يمكن من ناس معينه، قليل ما يكون فيه العطاء حاضر اليوم. محمد شكرا لك وشكرا لابنك وشكرا لسمو الامير محمد بن سلمان على هالبادره اللي افرحت كثير من الناس. محمد بس جزء صغير، انتم لما خذيتوا الجائزه ابغى رساله منك في بعض ربما اللي شافوا القضيه علقوا عليها تعليقات يمكن قد تكون غير لائقه، رسالتك انت لهم وشي؟ طيب فقدنا محمد. عموما محمد شكرا جزيلا لك واحنا شاركين حضورك معنا اليوم عبر الهاتف.